ليه تكب الفنجان يا مخرب؟ كبيته لأنه يستاهل الكب، وكبيته بخاطري. اللي كب فنجان بيتي انجبر يدفع الثمن غالي. وأنا مستعد يا شيخ. أريد أعرف السبب اللي خلاك تكب الفنجان. ولا تهون يا شيخ، القهوة صايدة. قهوتي صايدة؟ اي شوف يا مخلف، كان جوابك صحيح. هل اللي تطلبوا بوجه الحاضرين كلهم لو وش ما كان يكون تراه مقدم لك. وان كان القهوة ما هي صايدة يا مخلف. الجواب بيني وبين الشيخ، وانت مالك جواب يا سليم. وانت يا مخلف، كان القهوة ما هي صايدة؟ إن كان القهوة ما هي صايدة يا شيخ، أبشر باللي تطلب بي. كان القهوة ما هي صايدة، مالك غير الموت اللي تتهم القهوة بالصيد وتطلع عليها سمعة بين العربان والضيوف الغريبين لجل ما حد يشربها ولا يقرب بيتي. مالك غير الموت الحين. وأنا موافق إن استحقيته. اشهدوا يا الربع القريب والغريب، كان القهوة صايدة لهما طلب، وانا ما اقول اني عجزان عن اطلبه. وده مال يا حياه الله، وده حلال يا حياه الله، وده بنتي عنود يا حياه الله. واشهدوا كان القهوة ما هي صايدة، ترى دم ام هدور قدامكم ومذبوح مني. وانا ما اقول غير موافق يا شيخ. يا عليان دايناك امي، هات صحن كبير وفرغوا القهوة بيه، وخلي الضيوف الغريبين هم اللي فرغوا القهوة ويحكموا ما بيننا. تامر عم الشيخ.